Добрый день. Еще раз. في القضايا اليمنية ونريد أن نتبادل الآراء حول الأوضاع في اليمن بشكل صريح وشكل أكاديمي وسياسي في نفس الوقت. التكوين الحالي للمعارضة ممثلة في المجلس الوطني. المجلس الوطني يضم كافة الأحزاب المعارضة اليمنية وغيرها من الشخصيات الوطنية. رئيس المجلس الآن هو الأستاذ أحمد سالم باسلبي ونحن أعضاء المجلس. كم أعضاء المجلس الآن؟ في 142 شخص ويمكن أن يزيد. أكيد طبعا الفساد زال بعد 94، بعد حرب 94 كل شيء، يعني إلى حد أن الناس الفقر كان استشرع نتيجة الفساد. طبعا بدأ تظهر ظاهرة الإرهاب نتيجة الفساد. الفساد في تقديري أنا الشخصي يؤدي إلى الفقر والبطالة، ويؤدي أيضا إلى وجود بيئة مناسبة لنشوء إرهاب وظهور الإرهاب. يعني طبعا اليمن كان مفروض يحصل فيها الثورة هذه قبل أن تثور تونس وقبل أن تثور مصر. لا تعتقدوا أن ثورة اليمن جاءت يعني بس تأثرا أو احتداءا بما حصل، يعني اقتداءا بما حصل في مصر أو حصل في تونس من قبل. الثورة كانت ضرورة لابد منها في اليمن، لم تكن يعني مجرد ترف أو مجرد محاكاة، يعني تقليد لما يجري في مصر أو ما جرى من قبل في تونس. على سبيل المثال أنا أقول لكم أنه بالنسبة لنا مثلا نحن نريد روسيا أن يكون لها دور فاعل ودور كبير وحضور في المنطقة كلها، لأن روسيا هي على الأقل تشكل بالنسبة لنا تعادل، يعني ما تبقاش المنطقة خالية من وجود روسيا. وجود روسيا أصبح ضروري جدا يعني في هذه المرحلة، كما كان ضروري جدا في الماضي. ونحن نعول على روسيا أنه روسيا هي بتنتصر للحق، بتنتصر للمبادئ، بتنتصر كما عهدناها دائما يعني. وأنا أعتقد أنه الآن مطلوب من روسيا الصديقة، روسيا يعني اللي نعول عليها كثير، أنه نطلب من روسيا أنه تقف معنا موقف مع الشعب، مش معنا نحن، تقف مع شعب اليمن. أدنا منذ فترة مبكرة أن نعطي للأصدقاء الروس صورة واضحة عما يدور في اليمن، وسعينا إلى هذه الزيارة لهذا الغرض. ندرك مكانة روسيا في المنطقة، سواء كان في إطار علاقات التقليدية مع شعوب المنطقة أو الأهمية السياسية التي يفترض أن تلعبها روسيا في هذه المنطقة من منطلق العلاقات التقليدية التاريخية. أهم ظرف تاريخي تمر به المنطقة العربية هو اليوم، واليمن جزء منها، ولذلك لابد أن تكون روسيا من منطلق هذه العلاقات التقليدية التاريخية حاضرة في العملية السياسية. هذا هو الجيل الجديد الذي لم يعرف رئيسا سوى علي عبد الله صالح. 90% من الشباب الموجودين في ساحات الاعتصامات والمظاهرات والاستشهاد أعمارهم لا تتجاوز 33 سنة، أي أنهم ولدوا وعلي عبد الله صالح يحكم. هذه المعادلة الاجتماعية والأخلاقية والنفسية يجب أن تقرأ في إطار المشهد السياسي الذي يعيشه اليمن اليوم. في نهاية 2007 عندما وصل الحوار
هي في قضيتين أساسيتين يعني النظام ركز عليهما في تضليله للعالم أو الرأي الداخلي والإقليمي والدولي، وقضية الانتخابات وقضية الحوار.